ضيفي النهارده في واحد من الناس خبير العلاقات العاطفيه وحلال المشاكل، يعني استاذ فن العلاقات الانسانيه، عنده جواب عن كل سؤال بيمس المشاعر، وعنده النصيحه لكل حيران يعني تعبان والهان، قدر من خلال برنامجه الرائع الإذاعي يحقق نجاح وشهرة ونجومية على مدار سنوات طويلة، وأصبح السفير المعتمد في مدينة الحب بهدوءه وإحساسه وأسلوبه المميز. كلمة السر في نجاحه صوته الرخيم العميق الدافئ اللي قدر من خلاله يوصل لقلوب كل مستمعي. معايا ومعاكم صاحب أنا والنجوم وهواك، الإعلام الكبير والصديق العزيز أسامة منير. يا أهلا وسهلا. يا أهلا بك يا عمرو، ومرسي على المقدمة الحلوة اللي أنا مستحقهاش دي. أنت بجد بتبقى يعني أصبحت نموذج رائع للرومانسية بس أنا مش رومانسي قوي كده يا عمرو، يعني الزمن يمكن خلى الواحد ما بقاش عنده وقت قوي إنه يبقى يقعد يفكر ويكتب ويحس ويلعب مزيكا. يعني الحالة دي اليومين دول كمان بالذات ما بقتش قوي. يعني بدايتك كانت مطرب، احكي لي عن الفترة دي عملت فيها ايه؟ الفترة دي كانت من اجمل ايام عمري. يعني انا كنت بشتغل نائب مدير مركز الكمبيوتر في مركز البحوث الامريكي في مصر والشرق الاوسط، وكنت بدرس كمبيوتر لأساتذة الجامعة، وكنت راجع من بره وقلت هشتغل الشغلانة دي مؤقتا وهرجع تاني. وكلمت بقى والدي قال لي لا تقعد وتستقر معانا والحكاية، قلت له طيب ماشي اوكي، بس انا بقى مش هكمل شغل، انا عايز اعمل حاجة اللي انا بحبها، انا هغني. طبعا كانت ثورة في البيت غير طبيعية، ازاي يعني تغني، ازاي تبقى مطرب، ازاي. كنت زمان وانا صغير بغني غربي مع فرق غربي، وبنعمل بروفات ونعمل حفلات وتضرب في وشنا وحاجات كده يعني. فقررت ان انا اغني عربي، فبدأت اتعلم موسيقى شرقي، ولكن الغربي جوايا طاغي برضو يعني. فاتعلمت موسيقى شرقي وتعلمت عزف عود والمقامات الموسيقية، وبعد كده بدأت أحضر الألبوم بتاعي. مضيت مع شركة صوت الحب، هم اللي كانوا بينتجوا لي الألبوم بتاعي. مشيت في الموضوع بتاعي، عملت غنوة في 2 في 3 في 4 في 5 أنا اللي أنتجتهم، لحد بقى برنامج أنا والنجوم وهواك وقفني تماما، يعني خطفني بمعنى أصح. ممكن اسمع منك غنوة بسيطة تختارها انت؟ والله يا عمرو يعني اقول لك حاجة، يعني ما كنتش عايز اقولها خالص، ويمكن دي اول مرة تتقال في اي حاجة، انا راجع اغني تاني. ومش راجع اغني عشان اعمل حفلات ويبقى عندي فرقة وبعمل، لا هغني اغاني يعني هتتعمل في استوديو وهتحط على اليوتيوب وكده لمزاجي الشخصي يعني. ولكن قلبت الموضوع، بقيت بغني بشكل تاني خالص، بقيت بغني بلوز وروك بالعربي. وقريدي خلصت غنوة، أنا ما كنتش عايز يعني حتى أحرقها، في كلماتي وألحاني وتوزيع روماني أمين، واللي عامل الميكس والماستر الرائع طبعا أجمل مهندس صوت في مصر محمد صقر.